أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال، واليوم اخترنا لكم رائد أعمال مميز ولاعب ومدرب دولي إماراتي من أكاديمية إي جي ستار للتفوق الرياضي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، معكم سعيد بلال الماش لاعب ومدرب دولي في لعبة التيكواندو. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الله يسعد مساك. آه كابتن سعيد حابين نتعرف على النشاطات آه اللي بتقدموها في أكاديمية إي جي ستار للتفوق الرياضي تتوفر أكاديمية إي جي ستار للتفوق الرياضي آه متوفر عندنا الجيم الرياضي وصالة ألعاب قتالية ومسبح للأطفال للرجال والسيدات وجميع المرافق اللي تتوفر في جميع الصالات الرياضية ما شاء الله ما شاء الله يعني شايفين الأطفال إحنا آه خلفك آه مستر سعيد كابتن سعيد شايفين الاطفال خلفك عم بتدربوا تيكواندو هذا التدريب هاي صاله التيكواندو اللي احنا فيها الان صحيح. حاليا صحيح. ما شاء الله ما شاء الله وشفنا يعني قبل ما نبدا باللقاء شفنا محمد الطفل محمد عنده انجازات ما شاء الله حابين نتعرف على الانجازات اللي حصلوا عليها طلاب الاكاديميه نبدأ بلاعب محمد نحن من اللعيبه ما شاء الله عليهم لاعب من انجازات محليه ودوليه ونحن من اقدم مؤسسين لعبه التايواندا في الدوله الحمد مصر. لله بفضل مدربي اخوي كابتن عبد في دوله الامارات من سنه 1982 بدينا تأسيس هذه اللعبه مصر. الحمد لله رب العالمين كل هذه الانجازات بفضل اللعيبه كلهم الموجودين خلف هذا كلهم الحمد لله انجازات محليه ودوليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق طبعا كابتن سعيد وشايفين يعني ما شاء الله تعالى عندكم عدد من الكباتن والمدربين موجودين بالصاله اليوم حابين نتعرف على الكباتن الموجودين بالصاله من وين انتم كيف كيف بتقيموا كيف بتجيبوا الكباتن اللي بيدربوا الاطفال الحمد لله بفضل لعبه جواندا عندنا جميع كوادر مواطنين اللي لعبه الكيك بوكسينج عندنا مدرب مصري وعندنا لعبه الجيتسو مدرب برازيلي ولعبه الكاراتيه كذلك الحمد لله جميع الالعاب ومدربين متفوقين كمستوى عالي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق كابتن سعيد، كابتن سعيد اليوم حابين نتعرف على الشيء اللي بيميزكم اليوم بالاكاديميه، شو الشيء اللي بيميز الاكاديميه؟ تميزنا في اكاديميه اي جي ستار الحمد لله رب العالمين. جميع الخدمات التي نوفرها لاصحاب الهمم مجانيا للايتام مجاني ذو دخل محدود نص السعر نراعي ال 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 ينضم الى هذه العائله اهم التميز اللي نحن حصلنا عليها الحمد لله رب العالمين نادي شباب بدينا سنه 2000 نادي الاهلي نادي المريحه نادي حمريه جميع انديه هذا نحن شاركنا فيها الحين الحمد الله. لله بعدين كاكاديميه وان شاء الله تفوق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، بنتمنى لكم كل الخير وهاي اللمسه الانسانيه يعني بفضل الله يعني انها موجوده طبعا عندكم بنقول لكم انه برافو عليكم على هاللمسه الانسانيه وهاللفته الانسانيه طبعا. كابتن سعيد حابين نتعرف على النظره المستقبليه لكم والرؤيه المستقبليه آه، وين بنشوف الأكاديمية بالمستقبل بإذن الله تعالى شو مفكرين تضيفوا نشاطات على النشاطات المتوفرة حاليا هدفنا المستقبليا تحويل الحمد لله رب العالمين حولنا من النادي إلى أكاديمية نحول اللاعبين إلى أبطال أولمبيين إن شاء الله في الفترات القادمة إن شاء الله هذا هدفنا أن نوصل أي لاعب عندنا إلى مستوى أولمبي إن شاء الله تعالى بإذن الله نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله بنشوف الأكاديمية على مستوى العالمية بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طبعاً أكيد إحنا اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما يعلم الجميع دولة الإمارات تتميز طبعاً بالأمن والأمان والأرض الخصبة طبعاً لجميع الاستثمارات سواء كانت رياضية أو نشاطات أخرى. اليوم من الكابتن سعيد. حابين نتوجه برساله شكر لقياده وحكام دوله الامارات العربيه المتحده شكر خاص لجميع شيوخنا للدعم جميع الرياضيين في دوله الامارات سواء مواطنين او وافدين ونحن نتبع كلام الوالد الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ما نرضى في دوله الامارات الا بالمركز الاول الحمد لله رب العالمين هذا هدفنا في الدوله ما نرضى الا بالمركز الاول الحمد لله رب العالمين أكيد طبعاً يعني كل من يتواجد طبعاً في الإمارات العربية المتحدة وخاصة في إمارة دبي لن يرضى إلا بالمركز الأول نتمنى لكم الله. المركز الأول بإذن الحمد الله الحمد لله كابتن سعيد قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين على موقع الأكاديمية وين موقعكم اليوم وكيفية التواصل معكم نحن موجودين في دبي الورقة منطقة الورقة الأولى قرب من مول كيو 1 يمكنكم التواصل عبر انستغرام والارقام الهواتف اذا اعزائي المشاهدين سهوله في الوصول للجمعة عبر الموقع الجغرافي وايضا سوف تظهر لكم ارقام الهواتف ووسائل التواصل اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا حابين نتشكرك جزيل الشكر كابتن سعيد وان شاء الله لنا لقاءات اخرى بالمستقبل باذن الله مع انجازات جديده ان شاء الله تعالى وتكونوا وصلتوا للعالميه والمركز رقم واحد باذن الله تعالى باذن الله جزيل الشكر لكم وجميع طاقم المنظمين جزيل شكرا, 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 مره اخرى الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الاسبوع تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي العربيه وعلى السوشيال ميديا دمتم بخير وفي امان الله